احتفالا بعيد الفطر المبارك نظم بمكتبة كلية القانون جامعة سرت حفل معايدة شهد حضور رئيس الجامعة والكاتب العام ووكيل الشؤون العلمية بالجامعة. نسعد في هذا اليوم أن نقوم بمعايدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهذه المناسبة نوجه التهاني لكافة مكونات الجامعة وللشعب الليبي، وإن شاء الله من خير إلى خير. بمناسبة عيد الفطر المبارك أحب أن أهني كافة منتسبي الجامعة الموظفي وأعضاء التدريس بهذه المناسبة الكريمة، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. كما نهني جامعة سرت بموظفيها وأعضاء تدريسها بهذا العيد المبارك. حفل المعايدة شارك فيه أيضا عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومنتسبي الفرقة الثالثة، متقدم من فوج كشاف سرت. قدم تهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك لكافة أعضاء هيئة التدريس، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلام. أتقدم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات للسادة منتسبي جامعة سرت من أعضاء التدريس وموظفين وطلاب ومعيدين بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل سنة وأنتم طيبين. في هذه المناسبة أحيي كافة منتسبي جامعة موظفي وأعضاء تدريس وطلاب ورواد وزوار بمناسبة عيد الفطر المبارك. الاحتفالية تم خلالها تبادل التهاني والتبريكات في أجواء سادتها المحبة والأخوة، وتم التأكيد على أن هذه الفعاليات تهدف إلى تقوية الرابطة الاجتماعية في البلاد والدفع قدما في سبيل تطوير وإنجاح المسيرة التعليمية.